ايه بتمنى من كل قلبي لازم يرجعوا. انت شفقان علي؟ انت زعلان علي؟ شو مفكر مجبور تضل معي؟ يعني كل شي عملته مشاني قبل كان مجرد شفقة؟ كنا سوا وانت وقفت جنبي بكل خطوة، يعني هي هي الحقيقة؟ تتذكر شو قلت لك بالضبط؟ فهمت لمين رح تعطيها؟ ايه مدام. الزلمة بطريقه ومعه المصاري، اسمعيني شو رح تعملي. شو اعمل؟ ليش لحتى اشوف ريشي؟ خلص هو حكى كل شي، قال كل شي بقلبه، يعني ليش لعذب حالي واحكي معه بما انه ما في شي بيناتنا؟ بأي حق رح احكي معه؟ ليش لحاكي؟ لاكشمي تركتنا وصرت حس بفراغ كبير. البيت صار كئيب. لاكشمي كان من المفترض انها تكون كنتنا وشريكة ريشي. ما حدا بيعرف ايمت نيلام رح تعرف الحقيقة. هي لهلأ مصرة تزوج ريشي لماليشكا. انا شو اعمل؟ شلون بدي رجع لاكشمي على البيت؟ اجيت لاشوف عمي، بس إذا ما شفته بيزعل مني. رح دقله لك. عمرها أطول من عمري. بنتي كيفك؟ منيحة عمي. وإنت؟ لا حبيبتي، أنا ماني منيح. البيت صار كله فاضي بعد ما تركتيه، وصدقيني صار كئيب. عمي انت وينك؟ انا خلصت اجتماع وبطريقي راجع على المكتب. بدك شي حبيبتي؟ يعني في شي انت حابه تقولي لي اياه؟ لا انا مو محتاجه شي، دقيت لك لحتى سلم. لاكشمي فيكي شي يا بنتي؟ كل شي منيح حبيبتي. انت صاير شي معك؟ بعدين شلون بتقولي كل شي منيح؟ كنتي غامرتينا بحبك واهتمامك، بيتنا وكل عيلتنا كلهم كبروا بفضلك انتي وهلأ هيك فجأة بعدتي وما حدا واقف معك. بس انتي لا تاكلي هم حبيبتي، كل المشاكل رح تنحل، ما رح يصير شي مو منيح أبدا. ما لازم تستسلمي. ايه واسمعيني اسمعيني لو سمحتي بنتي، قولي لي إذا احتجتي أي شي لو شو من كان. ايه بتحكي معي ماشي؟ أنا وأنت ما خصنا بكل شي صار معهم، نحن رح نضلنا نتواصل مثل أول، فهمتي بابا؟ معروف هالشي. عمي انتبه على حالك بترجاك، خد أدويتك كلها بوقتها، وبتمنى منك لا تضل كتير بلا أكل ماشي؟ ايه حبيبتي أنا رح أخذ كل أدويتي بوقتها ماشي يا بنتي، أنتي لا تقلقي. بس انتبهي على حالك. ايه أنا ما بدي شي غير إنك تكوني مبسوطة وتضلك مرتاحة. ماشي. عمي كان باجتماع وراجع على المكتب، ما كان جاي لهون ليشوفني من الأساس. يعني أيوش كذب علي بهالشي لأجي لهون وأحكي مع ريشي ونحل الخلاف اللي بيناتنا؟ هالشي مستحيل.
بعد اللي سمعته اليوم مستحيل صالحه. على فكرة ريشي بظن إنه وجع رجلي خف هلأ وصار فيني أمشي وأرجع على البيت. شو بدي إلا للاكشمي؟ متأكد إنه شالو تعبت لتقنع لاكشمي إنها تشوفني؟ إذا بطلع من هون بهي الطريقة وقتها رح لاقي حل. رح أبعت لها رسالة وإلا بدي أتأخر، خليها تستناني. إيه رح وصل ماليشكا وأرجع لهون بسرعة. ماليشكا؟ مو مشكلة، لا تأكل هم أبداً، أكيد جيت لهون لتشوف حدا. بقى ليش ما بتخلص شغلك بالأول وأنا رح أرجع على البيت؟ شوفي رجع وجع رجلي، شو هالوجع؟ مو مشكلة ماليشكا، خليني وصلك على البيت. يلا تعي أنا بوصلك. حلو الزيارة، رح نجي لعندك. ممتاز، أنا هلأ صبت الهدف بنص القلب، صح لاكشمي؟ أكيد قلبه بيكون انكسر وكل شيء فيه بتكون عم تقلا ريشي كذب عليها، وأنا بوافقه هو كذب عليها، وبنفسه قال إنه ما قدر يحافظ على زواجه ولا يستمر فيه ولا قدر هذا الحب، كان على شوي رح يرتبط معي، بس هلأ ما بقى رح يكذب عليكي، لأنه أنا رح أعطيه حبي وكل اهتمامي، وهذا الحب اللي أنا وبس. أنا بحبك ريشي. ريشي لوين بدك تاخذني هلأ؟ مو على أساس على البيت؟ ايه ريشي هذا هو هدفي، وعن قريب كتير بيتك رح يصير بيتي، رح تصير إلي. يلا روح.